تواصل إضراب طلبة المدارس الوطنية للهندسة وتمسكهم بتلبية مطالبهم، وفي النشرة رد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حركة النهضة تحسم موقفها بالمشاركة في الحكومة المقبلة وتتمسك بمبدأ تحييد وزارات السيادة. مسيرات تجوب عدداً من المدن الفرنسية للتنديد بالعمليات الإرهابية، وبعض دول الجوار تتخذ إجراءات أمنية استثنائية. نشرة ثامنة، أهلا بكم. مع تواصل إضراب طلبة المدارس الوطنية للهندسة المفتوح، أصدرت هيئة تحرك طلبة الهندسة اليوم بلاغا جددت فيه مطالبتها بجملة مسائل ترى أنها مشروعة وعاجلة. امتحان وطني لقبول طلبة الهندسة بالمدارس الخاصة، وتحديد نسبة المتخرجين من مدارس الهندسة العمومية والخاصة سنويا، ودعم التعليم الجامعي العمومي والبحث العلمي هي أهم المسائل التي جدد طلبة الهندسة المضربون مطالبتهم بالاستجابة لها في أسرع وقت ممكن. المطلب الرئيسي للطلبة اليوم هو أن الدخول للمعاهد تعليم مدارس التعليم العالي للتكوين الهندسي الخاصة يكون عن طريق اجتياز المناظرة الوطنية أو مناظرة ثانية تتم بعد المناظرة الوطنية تشرف عليها الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. احنا مطلبنا انها معناها الوزارة تحدد كل عام عدد معين متاع طلبة معناها باش يتخرجوا، كلكو سوا منا احنا والا من البريفي، معناها يكون بروبورسيونيل سوق الشغل بالضبط. وفي رده على هذه الاحتجاجات المتواصلة، أكد مدير عام التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة التعليم الجامعي الخاصة ستكون محل إصلاح في أقرب الآجال، وأن ما قدمه المنددون من مطالب يحتاج تحقيق بعضه للوقت وتشريك كافة الأطراف المتداخلة، فيما يتطلب بعضه الآخر التعديل وفق المعايير الدولية. نقابة المهندسين التي تدعم تحرك طلبة الاحتجاجي ترى أن ثمة مسائل أخرى تستحق النظر والاهتمام، ويتعلق بعضها بموائمة الجانبين النظري والتطبيقي في تكوين المهندسين التونسيين. النظر في برامج التكوين ومن النظر إلى التطبيق ووضعية المهندس ككل في البلاد التونسية التي أصبحت إلى اليوم في أدنى مستوياتها من التردي. الجهات المسؤولة عن التعليم العالي أكدت أن هشاشة الوضع الاقتصادي هي السر وراء محدودية سوق الشغل خاصة الهندسية، وأنه حالما تستقر الوضعية الاقتصادية فإن هذه السوق ستتحسن مؤشراتها. ومع تواصل إضراب الطلبة أو طلبة الهندسة نعاود فتح هذا الموضوع في نشرة الليلة، ويحضر معنا سيد شهاب بودن مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات. سيد الكريم أهلا بك. إذا كما قلت تطرقنا إلى هذا الموضوع في نشرتي الأربعاء الماضي والخميس الماضي ونعود طرحه هذه الليلة. الإضراب متواصل وتهديد بالتصعيد، هناك مجموعة من المطالب كما قلت يقول طلبة الهندسة إنها عاجلة، منها رفض الطريقة العشوائية والاعتباطية لفتح مدارس الهندسة الخاصة. جدل كثير أثير حول هذه المدارس، طريقة منح الرخص، مطالبة بإعادة كراسة الشروط لمنح هذه الرخص، لطريقة اعتماد الطلبة في هذه المدارس الخاصة، مطالبة بمناظرات بعد التخرج من هذه المدارس. رد وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي هي على علم بالموضوع هذا، لأنه كما تعرفوا القانون المنظم للتعليم العالي الخاص هو وقع وضعه سنة 2000، ثم وقع مراجعته سنة 2006، ثم مراجعته 2008، واليوم حان الوقت أنه راجعوه مرة أخرى. الوزارة واعية بالشيء هذا، ناهيك وأنها نظمت يوم 23 ديسمبر مجلس جامعات مخصص للتعليم العالي الخاص، ومن جملة يعني التوصيات للمجلس هذا هو إنشاء لجنة تنكب على مراجعة منظومة التعليم العالي الخاص
برمته بما في ذلك التعليم الهندسي الخاص. اللجنة هذه قامت باجتماعها الأول وعاينت شنية المشاكل، وفما مشاكل هي عاجلة وممكن إصلاحها حاليا في ضوء أو في ظل القانون الموجود، وفما إشكالات أخرى اللي هي أكثر عمق ويجب التفكير في أولا مراجعة النصوص أو مراجعة كراس الشروط. الشيء اللي نجم نعد به الطلبة هو أنه يعني إصدار الرخص للمدارس الهندسية الخاصة مش تقع مراجعة المعايير في هذا ابتداء إن شاء الله من السنة هذه. المواضيع اللي هم طرحوها مثل المناظرة هي في صد الدرس، لأنه إقحام المدارس الخاصة في المناظرة مش بالبسيط كما هذا. طبعا هم طلبة التحضيريات الخاصة ممكن لهم أنهم يجتازوا المناظرة الوطنية، لكن مش ممكن حاليا في الضوء القانون الحالي أن تصير هذه آلية بالنسبة للطلبة الكل. الشيء زاد اللي نحب نلفت له الانتباه هو أنه احنا الدخول إلى المدارس العمومية هو يصير بطريقتين، بطريقة المناظرة الوطنية وبطريقة مناظرة خصوصية. فأيضا ممكن أن المناظرة الخصوصية هي مناظرة بالملفات حسب معايير واضحة وشفافة. بالنسبة للمدارس العمومية ممكن أيضا أن نضفيه أكثر شفافية على طريقة انتداب في المدارس الخاصة. الشيء اللي يلزم زادا نقوله للطلبة هو أنه لو ننظر للمنظومة العالمية للتكوين الهندسي اليوم، فما المناظرات هي منظومة فرنسية، احنا موجوده عندنا، احنا موجوده في المغرب، موجوده في فرنسا، لكن لو ننظروا المنظومه الالمانيه او الى اخر ذلك نلقاو انهم عندهم طرق اخرى لانتداب وانتقاء الطلبه. واحنا يلزم زاد ممكن في منظومتنا التونسيه يعني نستنيروا بالتجارب الاخرى. احنا اليوم في تونس نحبوا نحلوا مدرسه على المنوال الياباني، نحبوا نحلوا مدرسه على المنوال الالماني، ممكن على المنوال الكوري، فيلزم نستأنسوا بالتجارب هذه وناخذوا احسن ما فيها. طيب بالنسبه لمطالب طلبه الهندسه العاجله، هذه المطالب ما هو رد الوزارة عليها؟ لأنه كل ما تحدثت عنه جيد، ولكن على المستوى أعتقد البعيد حاليا الطلبة يهددون بمواصلة الإضراب، لم يقوموا بإجراء امتحاناتهم هذا الأسبوع. الحل الفوري لوزارة التعليم العالي والرد على مطالب الطلبة؟ احنا الحل الفوري نعدهم أنه السنة هذه مش يقع إعادة النظر في طريقة إصداء الرخص كراس الشروط. يعني كراس الشروط مش يكون أكثر معناتها دقة من الكراسات الشروط العادية. المطالب الأخرى، فما مطالب معقولة ومطالب غير معقولة، لأنهم يطلبوا مثلا أنه التربصات ختم الدروس تكون في مؤسسات، والمؤسسات تسدي لهم أجور تناهز سميك أو أكثر من سميك. هذا يبقى في ذمة المؤسسات الاقتصادية اللي هي تحتضن الطلبة في مشاريع ختم الدروس، وإحنا نحب أيضا أن طلبتنا يكونوا في المؤسسات، فميلزمناش نصعب المسألة على المؤسسات الاقتصادية باش تاخذ الطلبة نتاعنا. أما فيما يخص تنظيم التعليم يعني العالي، يعني الوزارة يجب هنا أن تحاول إيجاد اتفاقيات مع المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات التعليم أو وزارة الصناعة مثلا مؤسسات لتنفيذ هذه المطالب. هذا من مشمولات مؤسسات التعليم العالي، لأنه كل مؤسسة تعليم عالي فيها مدير خاص بالتربصات، فهذا من نشاطه، لكن هذا ما يلزموش يكون شرط، لأنه هدف من أهدافنا هو أنه الطالب يقضي التربص نتاعه في مؤسسة صناعية، فما يلزمش نصعبه يسر على المؤسسات الصناعية. بالنسبة أعود دائما إلى المشكل الأساسي هي مدارس الهندسة الخاصة، بالنسبة لمسألة المناظرة والتي يجب أن تتم في مدرسة من مدارس الهندسة العمومية. مناظرة في النهاية أو في البداية؟ في نهاية هذا صعب، لأنه إحنا لو نأخذ المدارس العمومية أيضا، نأخذ مثلا هندسة كهربائية في المدرسة العمومية، من يمتلك المال يستطيع أن يتحصل على شهادة هندسة، ومن يفني سنوات دراسته للحصول على شهادة، يعني هذا لا يتطابق. أي لكن هذا فما شوف، الحل لهذا هو مش مناظرة في الآخر، لكن الحل لهذا هو المرور ب les instances d'accréditation اللي هما هيئات للمصادقة. على المستوى العالمي فما هيئات تصادق على البرامج، وتجي كل فترة متاع 5 أو 6 سنوات وتعاود مراقبة المؤسسة والمصادقة على برامجها.
احنا الشيء اللي بنحبوا نعملوه السنه هذه هو خطوه اولى نحو المصادقه، وهو التقييم الداخلي. احنا مش نطالبوا مؤسسات التعليم العالي الخاص الكل باش تقوم بتقييم داخلي، على اثر ذلك الوزاره ممكن تعتقد ان هذا التقييم سيكون شفاف؟ على اثر ذلك الوزاره يلزم تقوم بعمليات التقييم أو مراقبة للتقييم هذا، هل أنه صحيح أم لا. وطبعا إذا يكون صحيح وفيه معناتها تحسينات ممكن نطالبوا بها المؤسسة مش نطالبوها بالطبع، وإذا تكون غير صحيحة فمش تكون فما إجراءات تأديبية ضد المؤسسات اللي هي ما تقدمش تقييم شفاف. طيب طبعاً. أنهي معك. طب في حال واصل طلبة الهندسة إضرابهم، ما هي الحلول الممكنة للخروج من هذه الوضعية؟ شوف احنا اول حاجة نقول للطلبة انه الوقت متاعهم ثمين وثمين جدا. ثاني شيء باب الحوار مش الاضراب هو اللي مش يفتح باب الحوار، احنا باب الحوار مفتوح دائما، فالافضل انهم يرجعوا ويغتنموا وقتهم. اذا هم الغضب متاعهم مازال مقعش امتصاص وينجموا يخدموا هذاك برسال روج، لكن ما همش ما يضيعوش وقتهم لانه وقتهم ثمين والوقت اللي يمر ما يمكنش تداركه. باب الحوار مفتوح. احنا يوم الاثنين عن اجتماع مع جميع مديري مدارس المهندسين ومديري المعاهد التحضيرية لتدارس الوضع معهم، وباب النقاش مفتوح مع المديرين والطلبة. باب الوزارة مفتوح لاستقبال الطلبة لكن بصفة مهيكلة ومنظمة. باب النقاش مفتوح، احنا نحب نشارك الطلبة في عملية الإصلاح. احنا عنا مشروع لإصلاح كل منظومة التعليم العالي والطلبة مشاركين عبر ممثليهم في مجالس الأقسام ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات. الوزارة استدعتهم في هذه حلقات النقاش في شهر جويلية ومازالت مستدعاهم وقت لي يتقدم عملية الإصلاح. فالطلبة مشاركين، الهياكل أيضا المهنية احنا بودنا أنها تكون مشاركتنا. جمعة هذه استقبلت ممثل عن عمادة المهندسين، اتصلت وهي عمادة المهندسين تساند إضراب الطلبة، برئيس عمادة المهندسين على الأقل ثلاثة مرات بالهاتف وقلت له أن احنا مفتوحين، معناتها باب الوزارة مفتوح للنقاش. وطبعا وقت يكون فما جدوى من أنه عمادة المهندسين تكون معنا في لجان الإصلاح فهي تكون معنا متواجدة. هذه الكل ضمانات ممكن يكون ياخذوها الطلبة. احنا نقول لهم اعتبروا ان وقتكم ثمين، انه ما فيش داعي للاضراب، احنا ماذا بينا الطلبه ترجع وتعدي امتحاناتها وتبدا مشاريع ختم الدروس نتاعها وتاخذ دروسها واحنا مستعدين للنقاش، معناتها ما فيش معناتها لزوم لاضراب باش نفتحوا باب النقاش. هذا لو ميساج اللي نحبوا نعديوه للطلبه. نعم سيد شهاب بودين مدير التعليم العالي بوزاره التعليم العالي والبحث العالي والتكنولوجيا والاتصالات، شكرا لك. إذن قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي مواصلة تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية التي أقرتها الهيئة الإدارية القطاعية إثر جلسة انعقدت اليوم بين وزارة التربية والوفد النقابي لم تفضي إلى أي تقدم. وأكدت النقابة تمسك المدرسين والمدرسات بمطالبهم المهنية وعزمهم تصعيد التحرك الاحتجاجي من خلال تنظيم إضراب عن العمل يومي 21 و22 من جانفي الجاري إلى جانب إضراب ثاني في فيفري المقبل. وطالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي خلال الاجتماع بالتراجع الفوري عن القرارات الخاصة بمناظرة البكالوريا باعتبارها قرارات مسقطة ومرتجلة تضر بمصلحة التلاميذ والمدرسين وتعكر الوضع الاجتماعي وفق ما أفاد به بلاغ النقابة. من جهته أكد الوفد الوزاري أن هذه المطالب سترفع إلى رئاسة الحكومة باعتبارها الطرف المخول للنظر في هذا الجانب. حسمت حركة نهضة موقفها بالمشاركة في الحكومة المقبلة حسب ما أعلنه رئيس مجلس شورى فتح العيادي في أعقاب اجتماع المجلس بالحمامات، مضيفا أن الحركة ما زالت متمسكة بمبدأ تحييد وزارات السيادة في الحكومة المقبلة. توافق أعضاء مجلس شورى حركة النهضة في اجتماعهم إلى إقرار المشاركة في الحكومة القادمة على أن تحدد طبيعة المساهمة في الحكم بعد إجراء مشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لحبيب الصيد حسب رئيس مجلس الشورى فتح العيادي. نحن نريد أن نشارك في وضع البرنامج، وكي نقول المشاركة نريد أن نشارك أيضا في إدارة الحكم، في إدارة تجربة الحكومة، بمعنى أن تكون الحركة مشاركة واضحة في وزارات في كتابة الدولة. هذا الأمر ما زال موضوع بحث ونظر وحوار
مع رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة القادمة إن شاء الله. وبخصوص مسألة تحييد وزارات السيادة في الحكومة المقبلة، قال رئيس مجلس الشورى إن الحركة ما زالت متمسكة بمبدأ الحياد وتأمل أن يتحقق ذلك. نريد لهذه الوزارات أن تكون فعلا محايدة بعيدة عن التجاذبات الحزبية بالأساس. نأمل أن يتحقق هذا الأمر. نحن مفتوحون على الحوار والنقاش مع مختلف الأطراف الأخرى. قدمنا هذه الفكرة لرئيس الحكومة المكلف، لا شك أنه سيتحاور مع الأحزاب السياسية الأخرى ويتفاعل مع رؤيتها للحكومة، وسنتفاعل أيضا نحن مع الرؤى الأخرى حول تشكيلة الحكومة وتركيبتها. ويذكر أن مجلس الشورى حركة النهضة سيتواصل ليوم غد الأحد، حيث من المرجح أن يصدر بيانا يسيغ فيه موقف الحركة من برنامج الحكومة المقبلة وتركيبتها. وبناء على التهديدات الأمنية المتواصلة التي تواجهها تونس، يعتبر عدد من المراقبين أن التحدي الأمني هو أبرز التحديات التي تواجه الحكومة التي سيتم تشكيلها، ملف تؤكد بعض المؤشرات أنه سيكون أولوية الأولويات الفترة المقبلة. يبدو أن الحكومة المقبلة ستتجه حسب عدد من المتابعين للشأن السياسي نحو إعطاء الملف الأمني الأولوية المطلقة. الإعلامي والمحلل السياسي نور الدين المباركي يؤكد أن اختيار لحبيب الصيد الذي يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال لمهمة ترأس الحكومة يعتبر أحد أهم المؤشرات على ذلك. تجربته يعني في مؤسسات الدولة بما في ذلك قبل 14 جامعة 2011 هي كانت أساسا تجربة يعني ذات طابع أمني. تكليفه بتشكيل الحكومة تأكيد على أهمية الملف الأمني وأيضا أولويته ربما مقارنة ببقية الملفات، باعتبار أنه الملف الأمني هو في حقيقة مفتاح للملف الاقتصادي والملف الاجتماعي. اليوم لا يمكن نتحدث عن استقرار اقتصادي، عن استثمار خارجي، حتى استثمار داخلي في ظل وجود تهديدات أمنية. الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، تلك أبرز حلقات الملف الأمني التي تقتضي من الحكومة المقبلة حلولا عاجلة. ملف الإرهاب وخاصة يعني تداعيات الوضع الليبي على تونس، يعني الحدود التونسية الليبية، أيضا الوضع في جبال الكاف والقصرين وجندوبة، هذا طبعا إلى جانب ملف يعني ما يسمى بالخلايا النائمة داخل المدن، إلى جانب الجريمة بما في ذلك الجريمة المنظمة. لاحظنا خلال السنوات الأخيرة أن في الحقيقة صار لها حضور في في في, في البلاد. وللحد من المخاطر الأمنية المحدقة بتونس التي اجتازت أزمتها السياسية بنجاح، يؤكد عدد من المختصين أن الحكومة المقبلة مطالبة بالشروع في اتخاذ قرارات عاجلة من بينها مثلا الهيكل الأمني والهيكل القضائي القطبين اللي يلزمهم يكونوا فاعلين في أقرب وقت بإيجاد التشريعات اللازمة والإطار اللازم وخطط العمل اللازمة. كذلك هناك الوكالة، وكالة الاستعلامات للأمن والدفاع التي يجب أن تصبح فاعلة. أهم أعتقد موضوع بالنسبة للأمن هو هيكلة الدفاع وهيكلة الأمن. وزارة الدفاع وزارة الداخلية هي اليوم ستسند هذه الجمهورية الناشئة، ستسند الحريات والديمقراطيات. إذن لابد من رؤية جديدة، وتسمى هذه الرؤية هي رؤية استراتيجية جديدة لكي توضع الخطط لتطوير هذه الهياكل، سواء كان على المستوى التشريعي أو على مستوى التجهيز أو على مستوى التطوير أو آلية العمل. ورغم الصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها رئيس الحكومة المقبل، فإنه سيكون في مواجهة مهمة معقدة وهي تحقيق الأمن واحترام القانون في آن واحد، مهمة سيكون المجتمع المدني أحد أبرز الضمانات لنجاحها. جانب آخر من المتابعين للمشهد في تونس رأى أنه وعلى امتداد السنوات التي تلت الثورة استحوذت السياسة على الاهتمام الأكبر للساسة والمواطنين على حد سواء، حتى أن عددا كبيرا من الاقتصاديين نادوا بضرورة إلاء الملفات الاقتصادية الاهتمام الذي تستحق. ونحن على أهبة تشكيل حكومة جديدة بحثنا في الملفات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها، فكان هذا الروبورتاج. الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة أمام الحكومة الجديدة لا تختلف التقديرات بشأنها، فالعودة إلى العمل وإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران من الأمور العاجلة وفق الخبراء، ولكنها تتطلب إشارات مطمئنة من الحكومة باتجاه المواطن. المشاكل الأولى اللي هي يعني لابد من الإسراع فيها، ولابد يعني يعني المعاملة معها بطريقة سريعة. أولا قبل كل شيء هو أغلاء المعيشة، حتى نعطي يعني درس ونعطي ديسينيو للشعب أن الحكومة هذه رايحة مش تحاول تبدل. التهدئة الاجتماعية، وهدايا يلزموا قرارات جريئة للفئات الاجتماعية اللي هي في مناطق
صعبة أو عندها إشكاليات. هذا كحل معناها أولي، لكن الاقتصاد يلزم يرجع للدوران نتاعو، وإعادة الدوران للاقتصاد يلزم إجراءات لتشجيع الاستثمار من الأول جديد، وإعطاء المناخ الملائم للاستثمار، مناخ أمني ومناخ تشريعي، ويلزم مجلة الاستثمار يقع معناها تداول نتاعها وإقرارها. منوال تنمية جديد قد لا يكون من المسائل العاجلة وفق بعض الخبراء، ولكنه ضروري لقدرته على رسم معالم السياسة الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة. يلزمنا نخمو في منوال تنمية جديد، يلزمنا نخمو في التقسيم الأفقي للبلاد متاعنا، ويبدأ عندنا أقطاب اقتصادية تجمع ما بين بلدان كبيرة كما تونس وصفاقس قابس وانتماش، بلدان يعني ساحلية مع مثيلاتها من البلدان في العمق التونسي وفي البلدان الداخلية. التشغيل تحد واجه كل الحكومات دون استثناء، لذلك سيكون حاضرا على طاولة الحكومة الجديدة والقطاع الخاص. لابد من تحسيس المؤسسات الخاصة أن تأخذ مسؤوليتها في التشغيل. بالطبع يلزمها مناخ، يلزمها ظروف عامة للتشغيل وتحسين تشغيليتها لآخره، وتحسين التصدير حتى تمكن أن شركات تصدر. الحكومة القادمة مهما كانت تشكيلتها ولونها، فإنها على المستوى الاقتصادي أمام تحديات كبرى مطلوب أن تراعى فيها التوازنات المالية للبلاد وفق ظروف الاقتصاد الوطني وحدوده. أصدرت دائرة المحاسبات بيانا تنبه فيه الأحزاب السياسية والقائمات التي ترشحت إلى الانتخابات التشريعية إلى انتهاء الأجال القانونية لإيداع كشوفات حساباتهم للحملة الانتخابية، وضرورة مد دائرة المحاسبات بهذه الوثائق في أجل أقصاه شهرا حتى لا يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. حسب الفصل 86 من القانون الانتخابي، فإنه يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تقديم كشف حسابه البنكي المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية مرفوقا بجرد في المداخيل والنفقات ووثائق الإثبات الضرورية إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات. انتهاء هذه الآجال وأمام عدم إيداع أغلب القائمات المترشحة بقيمة مصاريف حملاتها الانتخابية، دفع دائرة المحاسبات إلى التنبيه على هذه القائمات. في صورة عدم الإيداع، فإن دائرة المحاسبات وفقا للقانون الانتخابي ووفقا للفصل 98 تسلط عقوبة فيها نوعين، فما عقوب معناها خطية مالية أقرها القانون في حدود 25 ضعفا للسقف الإنفاق، هذه من ناحية، وهنالك عقوبة معناها اللي هي انتخابية اللي تتمثل في إسقاط كل معناها أعضاء القائمة المخلة واللي نجحوا في حاليا معناها في مجلس نواب الشعب. رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جاء من أجل ضمان مصداقية وشفافية العمليات الانتخابية من قبل القائمات والأحزاب المترشحة، وتكريس مبدأ المساءلة في حالة كشفها لجرائم انتخابية. في صورة تجاوز السقف هنالك معناها العقوبة هي تدريجية تتماشى ودرجة تجاوز السقف لتصل إلى حد إسقاط القائمة في صورة بلغ هذا التجاوز وفاق 75% من سقف الإنفاق. هنا دائرة المحاسبات مطالبة بأنها تتثبت من أنه الأموال التي يعني مولت بها الحملات الانتخابية هي أموال مشروعة لم تكن متأتية من مصادر مشبوهة أو مصادر أجنبية، تتثبت أيضا من احترام سقف الإنفاق الانتخابي، وتتثبت من أن النفقات المدرجة في هذه المعاملات كانت نفقات ذات صبغة انتخابية. وتتولى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات إعداد تقرير عام مفصل يتضمن نتائج رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي. نظم عدد من الإعلاميين في ولاية القيروان وقفة تضامنية للمطالبة بالكشف عن مصير الصحفيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير الكتاري، وتتابع الحكومة المؤقتة ولجنة اليقظة والمتابعة صلب وزارة الخارجية مجهوداتهما لمعرفة مآل الصحفيين.
وقفة تضامنية أخرى مع الصحفيين سفيان الشرابي ونذير القطاري في القيروان، والمطلب واحد هو التحرك الفعلي والناجع لمعرفة مصيرهما بعد تضارب الأنباء. مشكل اليوم بركة من نهار احتجازهم بليبيا، وإحنا نطالبوا السلطات التونسية باش تكبس أكثر وأكثر. نعرفوا هما قاعدين عاملين مجهود، ملك المجهود هذا لازم يتظافر. حبينا نوصلوا مساج أنه رينا نوعا ما من عدم الجدية الكبرى في أخذ مسألة الأولاد متاعنا. أمنيين ونقابين بجهة القيروان تضامن مع أخواننا الصحفيين المختطفين في ليبيا، وإحنا ضد الإرهاب مهما كان نوعه. كما قاعد استهداف الأمن والجيش وتم اغتيال الأمن والجيش، اليوم كذلك الدور على الصحفيين، وهذا يرى خطير برشا السلطة الرابعة. رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة قال اليوم إن إمكانية الدولة مسخرة وموضوعة لأجل تحرير الصحفيين، رغم ما يشوب المسألة من تعقيد خاصة فيما يتعلق بالوضع الذي تعيشه ليبيا من انفلات. لجنة اليقظة والمتابعة بوزارة الخارجية نقلت أنها تتابع تقصي المعلومات على مدار الساعة وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، سواء في تونس أو ليبيا أو دول الجوار، دون توفر معلومات إلى حد الآن. وبدا واضحا أن فتح القنوات الرسمية وغير الرسمية والمباشرة وغير المباشرة يتطلب شيئا من الوقت لطبيعة الظرف الليبي وتشابك المشهد وعدم وجود مخاطب مباشر بعينه أو جهة تبنت عملية الاختطاف ومكانها أو تقدمت بمطالب أو مساومات. كان العام 14 و2000 حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود دمويا بسقوط 66 صحفيا في ميدان العمل واختطاف 199، 40 منهم ما زالوا رهائن في عدة بلدان تصنف بالخطيرة إعلاميا. ومع تسريع الجهود لمعرفة مآل الشرابي والقطاري، يأمل الأهل والجسم الصحفي في تونسي أن يتأكد أن الخبر أقرب إلى الإشاعة في أقرب وقت ممكن. دور الحركات الاجتماعية في التحرر هو عنوان الندوة الفكرية التي نظمها بتونس العاصمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ملتقى حضره عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات التونسية والأجنبية. أحداث الحوض المنجمي سنة 2000 نموذج اتخذه المشاركون في الندوة الفكرية التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتدليل على دور التحركات الاجتماعية في التغيير. الحراك الاجتماعي في الحوض المنجمي هو حقيقة فجر، معناها أصل المشكل، فجر معناها جوهر المشكل في البلاد، وهو اللي أعطى دفع لكل الجهات الأخرى، وأعطى هو اللي كان معناها أسس ل 17 ديسمبر في سيدي بوزيد وغيرها. وتساءل المتداخلون عن قدرة الحراك الاجتماعي في التأثير على قرارات الدول بخصوص توجهاتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو بشأن سياساتها الخارجية، منها مثل ما تم ذكره إرجاع بعض الدول الأوروبية للأموال التونسية المنهوبة ومساعدة تونس ماليا بعد الثورة بدل تكبيلها بالديون. هذه الأفكار مقبولة من حيث المبدأ على المستوى الدولي، لكنها غير مفعلة لأننا لا نمتلك القدرة على ذلك. نحن نسعى للضغط الجماعي لفرض وجهات نظرنا على من يمتلك السلطة. منذ سنة 11 و2000 لم تتطور السياسة الأوروبية تجاه تونس في وقت كان من المفترض أن يحصل ذلك، خاصة وتونس تتقدم في مسارها الانتقالي نحو الديمقراطية. وخلص الملتقى للتوصية بضرورة توحيد الجهود محليا ودوليا للدفع باتجاه تحسين ظروف عيش المواطن ومجابهة سلبيات الليبرالية المتوحشة كما تم وصفها، وذلك من خلال عدد من الآليات، منها الملتقى الدولي الذي ستحتضنه تونس خلال شهر مارس القادم، والذي سيلتقي خلاله ممثل المجتمع المدني من أنحاء مختلفة من العالم. أعلن اليوم بجندوبة عن تأسيس ائتلاف جهوي للمنظمات الوطنية بجندوبة يضم 5 منظمات وطنية بفروعها الجهوية. بحضور ممثلي المنظمات الوطنية أعلن في جندوبة عن تأسيس هذا الائتلاف الجهوي الذي يضم عددا من المنظمات الوطنية الممثلة بالجهة، والذي يأتي بسبب ما اعتبر تردي الوضع الاقتصادي.
نحب نكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار على مستوى الجهة، ونحبوا هالفراغ اللي استمر مدة سنوات نعبوه من خلال الائتلاف، فيه كل إمكانيات الناس، فيه كل قدراتها، فيه كل كفاءاتها وطاقاتها. عسى هالائتلاف هذا يكون صوت جندوب القوي اللي يدافع على مقدراتها ويدافع على مستقبلها. ويهدف هذا الائتلاف إلى الدفاع عن حق الجهة وتحقيق استحقاقاتها وتشخيص الواقع التنموي ووضع التصورات والمقترحات ودعم ومراقبة ومساندة عمل المؤسسات الجهوية. هو قوة ضغط إيجابي لفائدة جندوبة، وهو قوة اقتراح بالأساس، يعني هو يقدم ما له من تصورات حول الوضع العام والمحاور الكبرى واستحقاقات جهة جندوبة، وهو قوة دعم للمؤسسات الجهوية الرسمية. كما يهدف هذا الائتلاف إلى نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتحقيق الشراكة الفعلية للمكونات المدنية في الشأن العام. من بين آليات العمل اللي ضبطها الائتلاف لنفسه هي عمل الورشات وعمل الندوات، وهذا يدخل في إطار البحث وتعويد مواطنين الجهة على آليات الدفاع على حقوق من ناحية التمكين القانوني، من ناحية أيضا الدفاع على المرافق الضرورية من صحة. استغلال الإمكانيات التنموية بالجهة وتفعيل البرامج الاجتماعية الكفيلة بتحسين ظروف العيش مطالب يؤكد الائتلاف الجهوي العمل على تفعيلها. قدم رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة تعزية لجمهورية فرنسا بسفارتها بتونس على إثر العملية الإرهابية الأخيرة. مهدي جمعة ندد بهذه العملية وقال إن ظاهرة الإرهاب لا تستثني أي مكان، وإن مقاومته تتطلب مزيد التنسيق مع كل الجهات. وبدعوة من أتى مهدي جمعة إلى مقر السفارة الفرنسية بتونس، وهناك دون كلمة تعزية ومواساة للحكومة والشعب الفرنسيين بسجل التعازي، مناسبة أدان خلالها مهدي جمعة العملية الإرهابية الأخيرة بشدة، واعتبر الإرهاب عدوا لكل الشعوب وعدوا عابرا للحدود تتطلب مواجهته على حد تعبيره مزيد التنسيق بين كل الجهات. وكذلك هي زادة حبيت تكون رسالة، احنا معاقدين العزم باش نواصلوا في مكافحه الارهاب، وكما قلت من نهار الاول لا مكان للارهاب في تونس. اليوم راكم تشوفوا يضربوا في شعوب اخرى، ان شاء الله باش نزيدوا في التنسيق مع بعضنا باش نواجهوه مع بعضنا. العدو موحد ويلزم الجواب يكون موحد ومنسق. السفير الفرنسي بتونس قال ان زياره مهدي جمعه تترجم تضامن تونس مع الشعب الفرنسي في محنته. طبعا نحن في نفس الخندق يعني ضد الإرهاب، والجواب الوحيد للمجرمين وكما قلت تعزيز التعاون لمكافحة هذه الجريمة، مكافحة الإرهاب الذي يعني الجميع، الذي يهدد الجميع، المخاطر تهدد الجميع. رسالة طمأنة وجهها السفير الفرنسي بتونس للجالية العربية ببلاده بعد أن أعرب بعض المحللين السياسيين عن مخاوفهم من أن تلقي الأحداث الإرهابية الأخيرة بظلالها على الجالية العربية. مخاوف مفهومة، ولذلك يعني الرئيس الفرنسي كان واضح في كلامه، يعني لا يوجد يعني مجال لللبس أو المجال للخلط بين الدين الإسلامي والجرائم التي ترتكب باسم الإسلام. الإرهاب يهدد الجميع، وعلى تونس وفرنسا وفق السفير الفرنسي بتونس تجميع القوى للتصدي له. وبدعوة من السلطات الفرنسية يمثل رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة تونس في مسيرة الوحدة لمناهضة الإرهاب والدفاع عن الحريات المقررة عشية غد الأحد بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك وفق ما أفاده المستشار الإعلامي للحكومة مفدي المسدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقبل هذه المسيرة خرج اليوم آلاف الأشخاص في فرنسا للتنديد بالعمليات الإرهابية الأخيرة. في الأثناء أكدت الشرطة الفرنسية أنها تحقق في احتمال وجود جهات متواطئة مع منفذي الاعتداءات على صحيفة تشارلي إبدو ومتجر الأطعمة في باريس. حرك كابوس الإرهاب الذي عاشته فرنسا على مدى 3 أيام أكثر من 300 ألف شخص في باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى للتظاهر منددين بالعمليات الإرهابية الثلاث المتعاقبة التي أودت بحياة 17 شخصا بينهم 12 من العاملين بمجلة تشارلي إبدو.
وبعد أن بدأت فرنسا تستجمع قواها في أعقاب العمليات الإرهابية الصادمة، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف قراره الإبقاء خلال الأسابيع المقبلة على خطة مكافحة الإرهاب المطبقة في باريس وضواحيها. من جانبه أقر رئيس الوزراء مانويل فالز في ختام اجتماع مع الرئيس فرانسوا أولاند في الإليزي بوجود ثغرات في الاستخبارات دون أن يخفي تواصل التهديدات التي من شأنها أن تقوض أمن بلاده. قتلوا الصحفيين لأنهم دافعوا عن الحرية، وقتلوا عناصر الشرطة لأنهم يقومون بحمايتكم، وقتلوا يهودا لأنهم كانوا يهودا، وهذا أمر لا يمكن تحمله. في الأثناء يتواصل التحقيق مع زانة حميد وهي زوجة شريف كواشي أحد منفذي الهجوم على شارلي إبدو، والتي أجرت أكثر من 500 اتصال هاتفي خلال 14/2000 مع المدعوة حياة بومدين المشتبه في تواطئها مع منفذي الهجمات حسب ما أوردته الشرطة الفرنسية، التي أضافت هذا المساء أن بومدين غادرت هذا الشهر فرنسا إلى سوريا عبر تركيا. أحداث باريس وضواحيها جعلت من بعض دول الجوار تتخذ إجراءات أمنية استثنائية، من ذلك رفع السلطات البلجيكية حالة التأهب الأمني في بعض الأماكن المحددة في بروكسل وحول عدد من المصالح الفرنسية. كما أعلن عدد من كبار القادة الأوروبيين أنهم سيشاركون في مسيرة تحت اسم الجمهورية يوم غد بدعوة من الرئيس فرانسوا أولاند، الذي قال إنها ستكون تظاهرة لإثبات الوحدة الوطنية ضد الإرهاب. وبعد هجمات باريس حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها من خطر تواصل التهديدات الإرهابية في أي مكان من العالم، وقالت إن منظمات إرهابية تخطط لشن هجمات ضد مصالح أمريكية وغربية في أوروبا وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم في انفجار انتحاري مزدوج بأحد المقاهي في مدينة طرابلس شمال لبنان، وأوضح مصدر إعلامي أن انتحاريا أول فجر نفسه بالمكان ولدى تجمع المارة، لاستطلاع الأمر أقدم انتحاري ثان على تفجير نفسه. وإثر هذا الهجوم فرضت السلطات اللبنانية حظر التجول بالمنطقة. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن الأطراف الليبية اتفقت على عقد جولة جديدة من الحوار في جنيف الأسبوع القادم في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد. ميدانيا ذكرت كتيبة تابعة للجيش الليبي أنها تتقدم في المحور الغربي لمدينة بنغازي، فيما أكدت مصادر أمنية أن أعضاء الجماعات المسلحة باتوا محاصرين وينتقلون من منزل إلى آخر. شتاء قاس للاجئين السوريين، العواصف الثلجية زادت من معاناة العائلات داخل المخيمات وخاصة في كل من الأردن ولبنان. ضحايا من الأطفال ماتوا من شدة البرد وتواضع الخدمات المقدمة هناك. قد يكون لعروس القماش هذه معنى كبيرا، قد تكون مصدر فرحة لطفل يعيش في حضن عائلة مجتمعة وبين جدران منزل آمن ركنه من حشر. لكن ما الحال عندما يكون ركن البيت قماشا تعصف به الرياح كلما هبت وتبلله الأمطار وتهزه الثلوج إن تساقطت؟ الحال هو حال آلاف الأطفال السوريين اللاجئين، عائلات شردتها الحرب وعصفت بدفئها متغيرات المنطقة. ضحايا العواصف الثلجية والأمطار التي تجتاح منطقة شرق الأوسط ارتفعت، أثارها ظهرت جلية على اللاجئين السوريين خاصة، مخيمات في مهب الريح وخدمات متواضعة، الأطفال الحلقة الأضعف منهم من مات تجمدا، صورة تشهد على بشاعة المعاناة الإنسانية السورية للاجئين فقدوا محيطهم الطبيعي وفقدوا فلذة أكباد تجمدت عروقهم ولا حيلة تصد عنهم الفاجعة. هكذا يمضي أغلب اللاجئين يومهم داخل هذه المخيمات، يكابدون يدفعون الثلوج عبثا عن سقف خيمة هشة، يوقدون بعضا من حطب إن توفر عسى يبعث بألسنة دفء تخفف من وطأة الصقيع. أما جهود الإغاثة الدولية فوصفت بالمتواضعة، وحملات التضامن اكتفت في معظمها بالتفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي إرضاء لإنسانية قد تقتضي أكثر من مجرد مشاركة صور الأطفال الضحايا. بالعودة الآن إلى تونس، وقبل أن نمر إلى الرياضة، عقد مدير المسرح الوطني الفاضل الجعيبي ندوة صحفية قدم خلالها الخطوط العريضة لبرمجة المسرح الوطني بالنسبة لسنة 15/2000 إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والتي سيشهدها المسرح الوطني.
استراتيجية جديدة تم التأسيس لها عند القيام بالإصلاح الهيكلي للمسرح الوطني في تونس، وتتمثل أساسا في إعداد جيل جديد من المسرحيين في خطوة تهدف إلى تمكينهم من استلام المشعل ومواصلة مسيرة المسرح، وذلك حسب ما ذكره مدير المسرح الوطني خلال ندوة صحفية. نعتبر شيء هام برشا المسرح الوطني الشاب باش يصير الرولاف، باش القدم وجدد يتعاملوا مع بعضهم، القدم يوصلوا اللي يوصلوا له، وجدد ياخذوا ويتناولوا ويطوروا ويوصلوا للي جايين بعدهم. تظهر لي حتمية كركيزة مدرسة الممثل وحتمية المسرح الوطني الشاب. المسرح الوطني سيفتتح باكورة أعماله بمسرحية كو، مسرحية ستعقبها جملة من المسرحيات التي تحمل إمضاء مخرجين قدامى وجدد. إن شاء الله من هنا اليوم العالمي للمسرح تكون فما 3-4 أعمال مسرحية للمسرح الوطني، وهذه حاجة هامة برشا، لأنه عنا برشا ما صارش فما هكا إنتاج خاص بالمسرح الوطني. البرنامج الجديد للمسرح الوطني يجد نفسه في مواجهة مفتوحة في ظل غياب البنية التحتية ونقص التجهيزات والمعدات. فما برشا برامج تحط في كل المجالات، يعني في الثقافة، في المسرح، في السينما، وكل وتقعد كاين برامج. إن شاء الله يكون يعني من وراء البرامج هذه فما وراه إرادة حقيقية، إرادة سياسية، خاطر حبينا ولا كرهنا يلزم تكون موجودة باش تشجع الثقافة. انطلاقة جديدة للمسرح الوطني برؤية تسعى إلى المراوحة بين التكوين والموهبة لخلق جيل مسرحي محترف. كانت استعدادات المنتخب التونسي لكرة القدم لملاقاة نظيره الجزائري وديا يوم غد بملعب رادس انطلاقا من 6 مساء محور ندوة صحفية التي عقدها اليوم المدرب جورج ليكنس، وأبرز خلالها أهمية مواجهة المنتخب الجزائري في مرحلة حاسمة من الاستعداد لنهائيات كأس أمم إفريقيا. مباراة تحضيرية هامة ضد المنتخب الجزائري بملعب رادس وأمام جماهير غفيرة، نرجو أن يكون المستوى جيدا، والمهم بالنسبة إلى منتخب تونس الانتصار في مباراة الرأس الأخضر. Espérons que ce sera un bon match. Mais le plus important c'est le 18 contre Cap Vert le 18 janvier, oui. ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بقطر الأسبوع المقبل، انتصر المنتخب التونسي لكرة اليد على منتخب روسيا بنتيجة 34 هدفا مقابل 31 في مباراة دولية ودية جمعتهما مساء اليوم بالحمامات، وسيلتقي المنتخبان غدا في لقاء ودي ثان بقصر الرياضة بالمنزه. توج النادي الإفريقي بلقب الكأس الإفريقية الممتازة في كرة السلة في انتصاره على نجم الساحلي بنتيجة 78 نقطة مقابل 73 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بقصر الرياضة بالمنزه. وكان النادي الإفريقي فاز الموسم الماضي بلقبي البطولة والكأس، فيما أحرز النجم الساحلي المركز الثاني في البطولة. ينجح رغم أنه كذبني في المقولة أما في صنف السيدات فقد فاز النادي الصفاقسي بلقب الكأس الممتازة في كرة السلة بتغلبه على نادي شرطة المرور بنتيجة 55 نقطة مقابل 54، وأضاف بذلك نادي الصفاقسي لقب الكأس الممتازة إلى لقب البطولة التي توج بها العام الماضي. شرطة المرور ناجحة. وفي الكرة الطائرة أهل ترجي الرياضي لدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس إثر انتصاره على مضيفه البريد الصفاقسي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، كما فاز النجم الساحلي على الأولمبي الإقليبي وتغلب مستقبل المرسى على النجم الرادسي. توج القطرية ناصر العطية بطلا لسباق المرحلة 6 من رالي داكار الدولية التي أقيمت أمس في الأراضي الشيلية بين أنتوفاغاستا وإيكيك، وقطع العطية مسافة السباق البالغة نحو 688 كيلومترا في 2:37 متقدما بأقل من دقيقة على الجنوب إفريقي جينيال دوفيليي. وفي سباق الدرجات النارية فالأفضلية كانت للبرتغالي هيلدر رودريغيز بعد أن سجل وقتا
قدره 3 ساعات و40 دقيقة و10 ثواني. نشرتنا انتهت، ونذكركم مشاهدينا بالعناوين: تواصل إضراب طلبة المدارس الوطنية للهندسة وتمسكهم بتلبية مطالبهم، وفي النشرة قدمنا رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حركة النهضة تحسم موقفها بالمشاركة في الحكومة المقبلة وتتمسك بمبدأ تحييد وزارات السيادة. مسيرات تجوب عددا من المدن الفرنسية للتنديد بالعمليات الإرهابية، وبعض دول الجوار تتخذ إجراءات أمنية استثنائية. وننتظر آراءكم واقتراحاتكم على بريدنا الإلكتروني info@tunisiatv.tn. ونذكركم أن 129 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا للمتابعة والاهتمام. سهرة طيبة وإلى اللقاء.